لو سمحت، لو انا من مواليد 98 بس خريجة السنة دي 2022، عادي اكتب تاريخ الميلاد في السي في وانا بقدم في البنوك ولا بلاش؟ وكمان ازاي اقوي السي في بتاعي لانه فاضي للاسف؟ لازم تكتبي تاريخ الميلاد بتاعك وانت بتقدمي على البنك، بتكتبي لو انت ولنقل تاريخ الميلاد بتاعك 18/4/1998، تكتبي 4-1998. تمام، ما نكتبش بقى 4، لا نكتب 4/1998 date of birth. ده مهم لان كتير جدا من البنوك بيبقى عارف انت خريجة اصل السنة دي، ولكن هل انت مثلا مدبلرة بقالك 10 سنين، بقالك 8 سنين؟ لا. فتبقى مهم جدا جدا انك تحط التاريخ بتاعك. فكرة بقى ان انا املى السي في بتاعي، انت مش بتملى السي في بتاعك، انت ممكن تذاكري الاوفيس، يعني تكتبي المهارات بتاعتك الاوفيس لو انت ذاكرتيها اونلاين وبقيتي شاطره فيها. ازاي يكون عندك اللغه الانجليزيه، لغات اخرى عامله ازاي، شاركتي في انشطه تطوعيه، اشتغلتي في الصيف، عندك كورسات اونلاين حضرتيها كتير جدا تكتبيها. كل الحاجات دي بتقوي من السي في بتاعك وبتخليه قوي جدا عند التقديم في البنوك، وربنا يوفقك باذن الله.